خويا هرب عليا الراجل وخلى لي 4 وليدات. تقهر تقهر الزمان اللي ما قدش عليه. قهرات البوطة. قهرات البوطة، قهر الزيت والمصاريف ديال الدراري. خلاني انا كنتقاتل في هاد. انا كنلعب دور. لا انا دابا كنلعب دور ام واب. كنلعب دور ام والاب. انا مريضه، عندي الفطق وعي كنطلب عليا ما نقدرش. عي كنطلب عليا ما نقدرش. هو كان خدام ولا طالب معاش؟ طالب معاش، كان خدام ولكن ما بغاش يخدم. لكن لا بقاش بغا يخدم صافي. قال لك ودي قهرني الزمان. قال قهرني الزمان، سيري دبري على راسك ولا شوفي اشنو غديري ليهم ولا. شحال عندك من وليد؟ عندي 4. انت تزوجت؟ تزوجت في 2013. ايه ضربتي على 4 الوليدات؟ دابا الحنين الرحيم. والو من غير الله سبحانه وتعالى. واش كديري دابا بلا؟ كنطلب. انا مريضه، عندي الفضق. ها كرشي اللي شافني يقول لك حامل، ولكن انا راه عندي الفضق. ها هي ها كرشي. دابا كنطلب. البارح ما جا ما والو. لا ما جاش. لا ما جاش. ساكنين اشنو كارين؟ كاريه في ولاد صالح. من ولاد صالح كتجيب شحال فيها؟ كنجيب شحال. حتى ما كاين والو تمانية والو. مع غلاء الاسعار هرب. اخويا البارح خضرات قرب كل شيء تقرب كل شيء. والبارح اخويا جيت هنا للمدينه كنترزق على الله، كندور على الطوموبيلات وهداك الشيء والو. وانا كنتلاقى مع واحد السيده كدير دياليز، عاودت لي المشاكل ديالي. قلت لها ودي الايطاليه وهلي طرا لي، عاودت لي الفضق. قالت لي واش حامله؟ قلت لها لا راه عندي الفضق اختي. قلت لها راه عندي كوره. خفت شي نهار تفرقع عليا في كرشي، راني مغامره بصحتي بقيت فيها. هي تهزني قالت لي غنديك عند واحد المحسن غيدير لك عمليه وغيوقف معاك، راجل درويش راجل طيب. داير لها هو كان داير لها الدياليز ودار لها واحد العمليه. قالت لي غنقدك لوجه الله واليوم الجمعه. وكدعم هذاك السيد داتني عند هشام ايتمنى في المحمديه. سنيناه تدخل الرئيس ديال الوداد، سنيناه تدخل مسكين استقبلنا. راجل طيب الله يعمرها دار، مرضي الوالدين ورضي امه ورضي باه. الله يرحم من قراه وعلمه ورباه. واش تهلا فيك اشنو؟ عطانا مسكين شي بركه، عطاها الشيفور ديالو. الشيفور ديالو سمر وطويل ورقيق. قال لي هاد البركه اعطيها لهذوك الناس اللي كاينين عند الباب. شدها الشيفور جايب داك الماسو ديال الفلوس دارو في الليصر ديال الجيب وجبد لينا من اليمن 100 درهمات كيعطيهم لينا وهو مخلوع بحال. قلنا ضرقوا هاد الشيء. ضرقوا هاد الشيء وسيروا حيدوا عليا من هنا، حيدوا عليا من هنا. نقزت لي المراه قالت لي نجيب السيده ما دير عمليه عندك ولا غتفرق عليها في كرشها. قال ليها هاد الشيء اللي عطى الله، يلا حيدوا 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 من هنا. اقسم اقسم بالله الذي تهلا فيكم والشيخ دا كل شيء. اقسم بالله الذي لا اله الا هو وعندي 4 الوليدات بغيتني نطير عليهم. الا كذبت راه ربي اللي غادي يخلصني وغيجازي. الشيفور ديالو طويل ورقيق وسمر بلا مرة، لابس سروال كحل وقميجة غوص. البارح الجمعة أنا ديك الخلعة ديال البوليس من جا قال عيط هز التليفون عيط للسطافيط. عرفتي أنا كنجري. واش أنا غادي أنا جاي اللي نقدني ودير لي عملية توليت غادي يديوني البوليس ويخلي ولادي مشردين؟ ما فهمت. عيط عليهم قال لهم هاد الناس راه كيجيو يطلبوا كيديروا كيديروا. ولكن أيتمنى كيفاش تعامل معاهم؟ تعامل معنا مزيان جزاه الله بإحسان. راجل طيب الله يعمرها دار. بغينا ليه هنا وله يا رب. يا ربي بغيت ليه بيت في الجنه يا ربي. يا ربي بغيت ليه بيت في الجنه يا رب. يا ربي تحفظه يا ربي. راجل طيب الله يعمرها دار. صاحب الدراوش، صاحب المساكين، درويش الله يعمرها دار. استقبلنا ولكن الشيفور ديالو اللي دار داك الشيء. الشيفور تعاون معانا، تعاون معانا حنا ثلاثة العيالات. تعاون معانا، معانا واحد المرأة راه عندها دري معاق تا هي. الشيفور ما عندناش من غندوزو لعندو هو كاع. ارسلوا لي ميساج. ما عندناش كي غنديروا والله ما عندي اختي. الله يعمرها دار يا ربي تنصروا يا ربي. الله يحفظه. الله يحفظه. الشيفور داه. الشيفور داه دايره في جيبو داه وخرج عطانا 100 درهم 100 درهم 100 درهم الوحده.
ضرب الجوال في جيبو عطاك ضرب الجوال اقسم بالله الا شفتو بعيني ضربوه وداروا في جيبو عطاني 100 درهم 100 درهم وقال لنا سيروا حيدوا من هنا حيدوا 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 يلا 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 حيدوا عليا من هنا حيدوا عليا من هنا حيدوا عليا من هنا حيدوا عليا من هنا وهز التليفون قلنا اللي حنا ما غنتحركوش من هنا تيخرج سي هشام وغنهضروا معاه دخل لداخل هز التليفون وكيعيط هكا للشرطه كيقول لهم تعالوا حيدوا عليا شي ناس من هنايا راه عند هشام ايتمنا جيو عند هشام ايتمنا جاو الشرطه بالخف حنا هربنا نفعتنا واحد القهوه دخلنا ليها بقى لدابا مخلوعه والرعده فيه آه الله يعمرها دار الله يرحم ليه الوالدين مرضي الوالدين عاد ايس منا تهلا فيكم تهلا فينا مرضي الوالدين هو مرضي الوالدين اللي عطانا قال لك هادشي اللي عطاكم هادي 100 درهم هادشي اللي عطاكم صافي هادشي اللي عطى الله هادشي اللي كيعطيه هشام هادشي اللي عطى الله السيده قالت لي لا ما يمكنش هاد السيد كيدير العمليه ايس منا هو الا كان كيسمع قالت له حولي في الخاص ديالو انا اللي كنقول خصو يرد البال من هذاك الشيفور اللي معاه هو راجل طيب وراجل مزيان الله يعمرها دار ولكن رد البال من داك الشيفور اللي معاه. باش قول لي ديك الامانه لقيتي راه ما وصلاتش. ما وصلاتش. ما وصلاتش. ما وصلاتش. خفت عين وقف علي انا ويسحبني انا واخذه الفلوس وانا ما واخذه والو. الرقم الخاص ديالو ارسلوا لي سير يكون هاني. الله يرحم ليه الوالدي صاحب الدراوش وصاحب المساكين. هذا ايس ومرضي مو مرضي مو مرضي مو مرضي بيه. مرضي مو. الله اعلم. علمو عند الله. عند موعد الله داكشي داروا في اليمن وخرجوا جاب لنا من الله يسر اقسم بالله شدنا هادشي بعينينا وربي شاهد علي دار في اليمن واش بد داكشي اللي عنده واش بد داكشي بحال هكا عطانا فلوس حسيت باش نقول لك حسيت بان ما بقاش حلمتك انا بغيت نعرف هاد السيد واش هو بحال حتى هو ما عندوش هاد الشيفور واش هو مسكين ما عرفتش ما فهمت والو دابا انت كتقولي ايت من الناس عامل معنا مزيان تعامل معنا مزيان استقبلنا عطانا واحد الجو واحد البركه الشيفور ضربها في الجيب وضعها في اليمين واخذ باليسار عطاكم 100 درهم قال لكم عطاكم 100 درهم هاك هذا الشيء اللي عطاكم هذا الشيء اللي عطى الله هذا الشيء اللي عطى الله هذا الشيء اللي عطى الله هذا الشيء اللي عطيتينا راه ما وصلش شوفوا السي هشام اخويا الله يحفظك ويطول في عمرك الله يعطيك صحيحتك ويخلي لك الوالده ديالك اللي ما عندكش من غيرها وليداتك راه هذاك الشيفور راه ما كيوصلش الامان الامان اللي كتعطيه راه كتقسم بالله الذي لا اله الا هو ما كتوصل الامان راه حتى كتعطيه الفلوس وهو كيضربها في جيبو كيجبد لنا كيجبد لهم 100 درهم حتى شلنا الفلوس شتو بعيني اقسم بالله الذي لا اله الا هو الاخر خويا قافيه الحاله قافينا الحال علاش يا ربي امين الله يفرج عليك يا ربي الله يحفظك يا ربي يا ربي وانا بغيت ربي يطول في عمره وبغيت ربي نصره وبغيت ليه هنا ولهيه شي هنا عنده وانا بغيت ليه تلهيه انا بغيت ليه بيت في الجنه صاحب الدراوش صاحب المساكين الله ينصره الله يحفظه الله يعطيه صحيحته وعاش الملك هذا صاحب الشياطين الله يعاونك رسالتك راه غتوصل الله يحفظك ربي مطالع يجي واحد عنده ربي مطالع خويا ربي اللي مطالع على الله مطالع بكل شيء انا حالي